ما هذا الصوت يا أطفال؟ صوت صديقتنا النحلة. نعم نعم، أنا هنا أنا هنا، أنا صديقتكم النحلة، أنا هنا. مرحبا يا أطفال. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أحضرت لكم صديقا جديدا، إنه حرف النون. رحبوا بي. مرحبا يا أطفال، أنا أحبكم جميعا، وخاصة صديقتي النحلة، أحبها كثيرا، كل يوم تحضر لي العسل اللذيذ. لا شكر على واجب يا نون، أنا أحب العسل اللذيذ الجيد والجميل، أحبه كثيرا. أنت نشيطة يا نحلة، شكرا لك. العفو العفو يا نون، بالصحة والعافية. نون لا تأكل العسل كثيرا تصبحين بدينة. سيدي دوب 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 يا سيدي، ستصبح بطنك كبيرة. سيدي دوب 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 يا سيدي. آه منك يا منعم، أنت دائما تضحكنا. ولكنني أحب العسل، ماذا أفعل؟ شكرا 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 أحبابي. أحضرت لكم هذه الورقة الممتعة وهذا النشاط المفيد. ستلونون النون. أنا حرفي حرف النون. هنا سنقرأ ني نو نا. أما هنا سنلون الصورة التي نسمع في لفظها صوت نون. أذن، ذبابة، نحلة. أما هنا سنبحث عن حرف النون ونلونه. أين حرف النون يا ترى؟ هنا سنبحث عن حرف النون ونحيطه. نجمة، بنت، رمان، تمر، منشار، ليمونة. بالتوفيق يا صغار. وهذا عمل الصغار، ما شاء الله، بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. جيد جدا، أحسنتم. جيد جيد جيد. صورة مع حرف النون. جيد، صورة مع حرف النون. نون كبيرة. جميل، حرف النون، ما شاء الله. جميل خديجة، حرف النون جميل، ما شاء الله. نشاط اليوم كالعادة نشاط جميل، نشاط حرف النون. سنلون صديقنا حرف النون. نمر. هنا سنلاحظ ونكمل الرسم. هذه البومة تحمل في خطوطها شكل حرف النون. هنا سنكمل رسم الخطوط. سنخط الحروف متبعا اتجاه السهم. سأخط حرف النون وهنا أكتبه وحدي. مستعدون؟ هيا بنا. نقرأ حرف النون بالحركات يا إلياس. ما نوني. أحسنت. نعم ملاك، اقرأي لنا. ما نوني. أحسنتي. نعم أمين.